إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، نوضي الخطبة، يعني تد الخطبة الأخيرة عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الاعتقاد باليوم الآخر. إذ نبد ذي الخطبة ثنقات، نبد على أنه تنصب إجل المحكمة، توقع المحكمة، يوضع المحكمة غيوقع المحكمة، مني غس القواعد، غس القوانين، زي القواعد القوانين المحكمة مني تشكي غيغان الكتاب مني، الكتاب مني غا كذا تشكي غيغان سفوسنج. الشاهد عليك إني وخاك غي شهدن ذي الجوارح نشديخ فنش تشكي غي يفسنش أقموم نشتي الطونج نهني خاك غي شهدن. الجنود المحكمة يمين عننت ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المتهم تشك رقاضي الله عز وجل واجبوا أحسن محكمة شنوفع خمني الطاحب غاشا غاشا نصبي تقاض معيك ذي غيري شموض بيبي الصبح المحكمة قشر القاضيين ديت شوين تفوت. أما القضاة وين ديت شوين تفوت؟ إذن ثاء المحكمة يا لا ظلم اليوم ونيت تاسنشا أثيس. إذ المحكمة يا وذيس التزوير وذيس الخداع وذيس الظلم وذيس الرشوف من صاحب من جدان قيم وشدرغان حسان محمد قدو عكا دورو سيسم فران ويفراني كاد زيد. لكن ذي النجل الفرق يوم القيامة إني خيار الله عز وجل أسأل الله العظيم أن نكون منهم. خميني خز دي تراغة يتصارش الله عز وجل جارش كدكيس واش زارن شي وذان النغني يستارش يسطرك. خميني شغازاني وذان شكاد واسن شمن سكي. فالله عز وجل مثع قرد ومثقيت تا ثا 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 غاك 60 سنة اش دينين ها 42 سنة غاد فا شكتتوت شكتتوت شكتتو غالك تاني كشي من نقاق يورا ثا عقرد تقيت تا 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 بزنس جيفيث مواث تارجي جيد مارا فتذب. نعم يا رب قيغثة 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 أشيذ كمرة صرف ضاي حنش الأخطاء المعاصي مرة من تقيد أشيذ كازيس. نعم يا رب قيغثة شيني وروح وليدي قاقفا غشتت سمح غش مرة ثينا ومي أشيذ كا تعقر الخاسن تقيت انت سمح غش خمينيش انت غاي سمح مين داش غيني قاقرب غاش مرة ريخت انت الحسنات سيئة هني حواج نعفنا رغش نذ الحسنات. إذا نتميني يقى الله عز وجل يا رضاخك خميني خاك غيابة إخصاشي الصار ذا ما مش غيقاشي الصار ذا أشيني خذ كتابك بيمينك فسي الكتاب النش سفوس النش. إذن خميني غيف غفاحة يكسي الكتاب السفوس فوسي ها أمقرأوا كتابية أقوم ها الكتابين الكتابين سفوس سفوسي إني ظننت أني ملاق حسابية. يا رضاخك الله عز وجل العبد النغني وإني غي حاسب الله عز وجل لاش يحاسب ذه الكذب ما ري حاسبش ذه الكذب. أما إني خياضة يقر الشنج ده من تقيد من تقيد من تقيد خميني غاث قرض نعم قيد يغفارش أديرا المشرك نغشين زي أهل النار تقيت 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 نعم
جير خميني غاي جسيني حسي الكتاب سفوس فوسي دار جيد خافي من غيني ونيتا خميني غاي تفضم زوا فوسني يا زرمان هذه النقرب هذا سير سقخو عروة أكي سير سق الكتاب إني ذيني التفاسير قان لا فوسني ذيكس أزرمان هذه رسق القعراء كي سير سق الكتاب أذيفة من غيني يا ليتها كانت القاضية يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إذن فيأتي الأمر كالصاعقة الجواب قمشان خذوه حسين زيد فغلوه خذوه فغلوه ومقان غلوه الله عز وجل يخرقشك الله عز وجل يستنزل القرآن إنش تدبر القرآن زارد طنوبين سند مرة من ديس جارت ما من ديس جين جديد وين وتدبر طنوبين حلت تحت غابلاصة يسرمان يسرمانين نيضنا دينا تصرحن إبلانشا دينا تصرحن الطاجين دينا ديس نكتا واني تدبر مزيان دكا ولكن تاني خميني ذا شقة غلوه من وان تدبر شدك لماذا لا نتدبر رغم أن ربي يمارش غلوه اربطوه شافت زيد ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه كذلك لماذا لا تتدبر فاسلكوه سنمقا فاسلكوه واني غي جوري الدار ما ليس نمقا فاسلكوه هذي يوضع ومقا فاسلكوه ربي يمارش الضباط القرآن فاسلكوه سنسر ثني أتفزيذ فاتفز قمه فاسلكوا واني تذ القرآن سنسرث ايوا ما مش تجي سنسرثها قي قرخ ذي القرآن 70 ذراعا 40 متر ذي انشورة 40 متر مش هذا زي نزيد زي السردة مش هذا 10 متر كثير ذي ثلاثة زيادة انشورة سنسرثني يغيثني المشركة يغيواني تجزي اصحاب جهنم هذا استذف غذ فاستفز قمم إمارة حمات يمسي زيد ثم الجحيم صلون داذي همسي ويرمى في جهنم حقائق قوة جبت حوجة نغتي نذ ممش الجغار باسم قارة قول نغيرين في جهنم في غمس النسك تفقو ذراء أحد مقا مقا بنادم ثم يأمر الله تبارك وتعالى أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون مرة ونيت غيظة فان يعبد شن تغمض نغشن وزرو نغشن فيغا نغشن بنادم سيثن ضد جهنم مرة إنكم وما تعبدون من دون الله حسب ذاك الشذن جهنم من ضغم بدون شفقة ولا رحمة السكاجد ربي تقوم خاك الحجة ثوقيذ الطعض زيد إذن ذنيت فيساق اكسل الكلمة فيساق أولئك المشركين والكفر إلى النار ثم بعد ذلك صافي نضاينا وغيقيمن القيمني النخي أرض الله عز وجل زي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذباقي الأمم ثم ينتهي الحساب يكمل الحساب ماني غنتقل ماني غيحن هذا حن غيج نحشت قناة الميزان الميزان يوزن كشي انتبه أردربان شك ذي الأعمال النش ذي الكتاب النش الصحائف النش أذي وزن ومي قان دقا خميني ذا شنقاقا الأعمال النش أتوزنت شك
زيد ميد سنين ربي خيضان ابو بكر الصديق ومي تخز ضحش الناس قاتي ضارين هذا ضحش مره وزننت اه يعني اتارجح الدنيا تكمل يعني في ضارين دقنت ذي الوزن ذي الميزان خيوجنا التمور خميني ذاش نقى بان الاعمال نشات وزن خميني الحوايج يعني الاعمال توزن مراكا الاعمال ذقرن يعني الحسنات هوانت المعاصي قعدنت نجوت وفزت ثابحت إما الريبيس المعاصي هوانت الحسنات درست قعدنت أه سوف تعذب سوف تعذب سنسرهني من تعناني وقس على ذلك هاقشو مقان الأعمال ذو الزنود أمشي أنا والنغاس يوظن إلا زي الأمة لا إله إلا الله وني يوظن غال حالة يذا ينجم زي مسألة الخلود زي النار ينجم السيس إذن لكن قد تحاسب قد تمر على الصراط قد كديهم السين يمكن ذي النشاء أتوقع سوى تتفغد لكن شك في وضغ الحلاية نجمد ذي مسألة انخلود ظنة ثم ذي الوقت توزع الأنوار على العباد ربي ذي فاق النور خيوذا خي الموحدين أغو النور يجنور نص بينسى عشك خذ قواذ قجنو طوبية طرى وشغل بروجيكتورة بشت فوق من جتسات القوادة هاي حد يجن غاز دروس تيج وشيء وكل يجمع مش غاز يج غاز شنو ذا حبوش الشعر ذي الصحراء ذي الترام نرمشتا مين داش غاك حبوش ذي الشعر ولك تني الديباني الزيست أمو كل يجن نور نص في نظركم لماذا وزعت الأنوار من نورا يتوافق خيوذان لأن بعد الميزان مني غعيوذن غعذن زي الميزان من دي تسنى وناس أرض مظلمة ظلام يمشي فيه الناس على أنوارهم التي معه أتو يا ذكيجنك مطرام والتويري دوالو من زي غذو يا ذنور نغاك وازمت دي باني تشقواس قوالو مين غاك كوري الجن على حسب النور غاس فلذلك المنافقون أذبذ الصغير قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم وش ما نغدش واج زي النور نذوم يشعر بنغشتك يوم البروبيت شامين تسلان قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا روح غفة ذورتي وغفة نغروح غا الدنيا اني تقول يوم يوثن قدام من ستي وزيس النور ايوا خمني غدور غفة فضرب بينهم بصور خمني غدور نتيسي النظر في نجنصة يجنصة يجنجيت ليس الرحمة ذي التكريم المؤمنين جيت نسن العذاب ذي النكال المنافقين ثم بذات صغيين ألم نكن معكم يا أهل الإيمان ما تقوى كيو من زيج يا صاحبي ما تقوى ذا نظار من ديروس المسجد ايوا كسي كسي القاعدة يا كسي كسي ثانيتا ما هو تقوى ذا يزار ذاتك ما هو تقوى تزمغ كيو ما تقوى كيو متحجيغ ما هو كيو مجهد نعم ثبينا ما نقدر دقان الحواج ذي الدنيا ذي الظاهر ولكن أعمالكم كانت أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صالحة يلا نعني ذاق شكسي فيأخذ العبد كل جديكسي النور على قدر أعماله وطاعته شك سند من غاك سند النور ما لنخزة تكارها ذا ذا يزداء اقل تشوفير خد تكارها ما خصش بروجيكتور اسمحني يوم القيامة زي غدويا كارغا كابلي نرخو قيث الخوت شوفها ثانيتا
كلش نذيويا على حسب النور على حسب الأعمال الطعام زيد. ثم بعد ذلك يمشون أذويا نذذ قوانس النورة من دي ذي الترام ترام. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم زيد غاصن النور. هذا النور نورا إجنز العلامات زي غيسن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة زي العلامات خميني غي الرسول صلى الله عليه وسلم ذي خزا زي العلامات زي غيسن أتفغاك النور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا غروس الحديث فقال رجل يا رسول الله كيف مش غث كذا نقصد نشينا تسند الأمة نش زي نوح عليه زي نوح عليه السلام أرنهاني ذا يعني طاس الأمة مش غث كذا تسند الأمة نش الناس أعرفهم زيد غاسن بسيماهم في وجوههم من أثر السجود النور نذا سنتش وجبوا ثنتا 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 قمنا يكسوم يعذاب نرزجت شنو مشان يقصحت فق ألا لا النور يتشصنع بيجن النور. ثم أصحاب روضو زيد ثم النور هذا سنغيوش ربي يوم القيامة إذن ربي غادي قاموت سن الأمة الناس ذنيتا المنافقين ذن يتصل الرواية أن الله عز وجل سنيوش النار ما دامشك منافق توتيرا أغر شكيت بذيذته يا ذا ذيخسي ذني عوض أذي رزق رزق ذي المؤمنين إطاح ولكتني سبحان الله شك النورني توارد الزيس المنافق والزيس يتواري إني من غخمني غازان إنفر من خمني الموحدين خمني غازان دكا من غينين ربنا أتمم لنا نورنا أذي كذن وميقان ربنا أتمم لنا يا ربي قد سخسيد أنذور شنوينا الجانغ فوق تذكر غنوض غالجنة. ثم من غايحن رثو النور قوان من غايحن أضحن غا أخطر مرحلة من مراحل يوم القيامة سري أرحك دوجة تحت غالجنة أخطر مرحلة زي المراحل يوم القيامة المرور على الصراط خذيون الصراط. إذا أقسم الله عز وجل من غث بدي ضغشن الآية الزوج ليس الله عز وجل بد أزوم من تخصتيني الله عز وجل لا يقسم سيخ فنس يقارن فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية هاقش يمارش رب الضبة ذو القرآن يمارش. إذن بروبي تشاف الحد غالغ الحسن القرآن يوهاقت ما عنده فهم غسنا التصن يوذن خط قرارا شن مارات نشع قرار ذي بدون الالتزام نخط قرارا ومتشددين تغى ما نظر بنا مثل بيد عند خصائص نخط حشخي خفينه ما يمي مرمي ما يعني دي العلم إلا والتراجع ما رش تز الخريق أردت فيش تغنى انت واروح. إذن الخول فادي حال قاعد توجه اتصل الاخوه الخو هذه قمه ذي تقو يا من ذي التوغا. اذن كذلك ما يخمني تغي مواني الامام نهاني اذا الامام تسمى يغرى غرجة سبحان الله هذا صميم الموضوع يعني الخطبه الاولى قلت الامام غرفجه ها يغرى السجده ذي الانسان ما شاء الله وأكس صبح يتير الصوت ما شاء الله. إذن وني الزوج نيحظى قيس من ديننا الإيمان يوني واحد عن شقا. إذن من يتجى الفرق خميني نفهم ما يثمى مرمي ما تفهم تقرب غربي تقذ الله عز وجل مرمي ما غا كام واحد تمثن عاشا متق الله يوم نقول لجان غا كيف كيف غا كيف كيف. إذن يقرن فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم زيد حول جهنم جثية زي كثرة من غازان شدة الرعب بدس الخيل وازمات بالدد
أزد خيفادنا مترجد الرحمن الله عز وجل إذمين غيق الله عز وجل. ثم يا ريت طغات ذي الجبابرة ذيني خان غيتعدا ذيني السدف نيثمثن غال حبس بدون أي شيء ذيني خسنا ذن غيذلن أذسرن أغسني يريول أذسرني الآية ها إني تحارب دين الله إني خان غيس خارقني إني ذن غيونا قرنغ إني ذن غيقيني ذن غيقيني ذن غيقيني يا ريت أذسرن. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. زين يا رب غسنيري ورون. ثم لنحن حقا سن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. مرة شن الجماعة نغشن طاغية اتحارب الدين زي سيغي بذار بارح دوله ثود الأتباع نشد خزان من غيق غي والديك ضفع ثلاث كلمة ثاني السبب الحرب خانغ هو أن القلاء إله إلا الله نوقين البداع نوقثير في الدين تذته منغ تذته منغ إنا الزيسني بذا ربي الزيسن هذا نغيش في الغليل إذا قانغ ذي نجون وستين سنقش كذي سمين تخس من مرة القسامة جد نغش من الميت والله عز وجل الجوج بد يقارن ربي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. مرة جميع الخلائق وذيني قيم حتى الأنبياء أذكن خصيرات ويوظن ذيني مرة أذكن خصيرات. أيها الإخوة الكرام الصراط يجو في روح جهنم ذزن شنو ذزن خزوطو شواف يقضع كزيس هذا يسوضان التصن يوذان لشدة المعاصي سن الكثرة سن وخيوم ذني وذني يوذن غاوي جازي أمة لا إله إلا الله. ولكن هذا لا يعني أنك مرى ذني شوى توقح شوى التص أضوضان ذني ثم أذن دي السفر الله عز وجل مردت غث مؤمن موحد أذي عدو على قدر المعاصي النس أديف الصراط وخص غيعدو تيمسي الصراط وغيعدو سنجنس ماذا الكفار نيم ألا الكفار واصل بو الصراط إمسر من الموحدين الصراط الكفار المشركين من دون نغا جنة يساقون زيد ندغى جهنم. أما الصراط الموحدين دي مسلمان إني غادي جشوين كل شيء خاص يعدي لكن الصراط ويضر شاء الموحد ذيني وغيعذون كلمحة البقى تكذهت ورذي ذوى حتى أن ذيني يجن الأثار يقاثم السترة غادي الموحد خمين يتيري الموحد فقرص ضوض غياق النور نشيس خصيية ضي يعذو. إذن ذني وغيعذون كلام حلبسات كذا يعذو ذني وغيعذون شنور باقي ضرباق من يتبوم مججني فت إيكا يعذو ذني وغيعذون شنو صميد ذني واني غيعذون شنو يكس ذني وغيحني يقوى ذني واني غيحني يحب واحن جامز زيان خمني يتخسى ذي مورود أمني ذني واني غيقيمني تقوى ما يمي سوادين شتيم السيغة كذا قش ذني سوادين والنار دركات. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الأنبياء خمين غيظان دقني يوذان يمسر من الموحد وطان واني غرضن اكثاخك كثان ذني المعاصي ارميزان ارميزان الجنة واتيتي ذي فشين الجنة الغذيطها الله عز وجل ذني ويطهار دي الدنيا تكسسيقرا الامتحان كحنجة نذمثل شك خاكي صياغة سكرات الموت قندر ما لا يقيم شيء يوم القيامة وقحذة تعيث لابد أني غايث فنغى الجنة أرش غايتها الله عز وجل ذور غا الكتاب أني ذور غاريث غاريث راجعيت شويت تكسي ستيلوز بقاغت نغذبو الراضورة تمحيت. إذن
ننا الرسول صلى الله عليه وسلم أذب ذا يا ربي سلم 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 أتتان الله عز وجل ثم مني يكمر الصيرات من خزاتي النعمة خزاتي الرحمة في غنغن الرسول صلى الله عليه وسلم أهم الناس للأمة الناس يكمر الصيرات هذه بد هذه خزامة هذه النشين الجن زي الموحد النقشو مسلم طغى يغرض يوضى وميعدو الصيرات يوضى يا ربي يا ربي أمتي 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 سني روح يا محمد سفغتي يوذان أدفن الطز الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ماني غايح نخو زوان الصيرات غال جنة ألا الجنة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فعذود الصيرات نجمد مش عاد رجع كل من وصل وني غيوض ذا مرحوم ونيتاز اصحاب الجنة لكن ذي النجن حش تقيم عاد حقوق العباد ايه هي يثمى زريد حقوق العباد من غني الطاس نغج جارانغ نغج امشو منور ذي النيوذان سبحان الله شان مرض خمين تفل الأخذ الأخ سمح القميص السنة فين فين شكاكو ما شو ما سمح ما استوى العقيدة يا مناثيرات تمن استوى الدقة حموم شاحم يغرض واه مشي جغر حق روح دار عيو ما شك الحسنات وزو خاسنت اش نفعلت يوم القيامة اكو مش نظروك الجن مبتدع وين الدار الرحم ثمان الدقة ونزو شاخ الحسن تعدين غل جاهلية تعدين أحمو ماش وازم ما تهاجد وماش كتازي ترت غاك الشرع يوشاش ومن حق كتخيق ترت ايام كتالة زيد لابد زيد تصفية القلوب يقال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل زيد اخس الغل نذر حسني مرة ميتو غاسن ذي دار الدنيا ذيك ربي ذي الصادة كلا الطرفين زيد أيها الإخوة وبعد ذلك أذي بذعوض الشفاعة الثالثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حندي وذان ذي ذفنغ الجنة لكن ويتي في حد الجنة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ذي خزعوض مرة أخرى ما يقيم شاحد ذي الأمة نسقط عاد يعني يعذب فهذه بذعوض يا ربي أمتي 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 عودت فنطاس يوذن ثم تبذى الشفاعة المؤمنين ها قوم يثمع الرحمة الحب جن أخي الصور الطاس قرأ شخص المحبة خص الجماعة أه وني فهمن وني سلميت خستيني الجماعة قش وكسيث ثانيتا يوم القيامة ثبت يعني أن الصالحين من المؤمنين يشفعون في إخوانهم الذين في النار وما شو نيكي كذا يتزجن واني شي زار نتزجن تزمي تحجي دي تال قشكيس ذني الحبني لله ونا يوم القيامة ذا شي يشفع ميمي إنا يذن غاهم السي خجزن يجن عمل صالح يجن سيء خجزن يغلب الويزة من طوان سخر ميزاني إذن يخصتني تها الله عز وجل من زي أثني تها شوي أذي ثن غاهم السي يمسر من الموحد يخميني غنجمن أضح غرب يقولون ربنا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون مع خزامي يدفع خاك فأدخلتهم النار قد غضت جنكين قد يتزم قد سيفت مغهم السي هشي يفقد يتقاوى شي تيف أه أسيني ربي روح سوف غمثنت سوف غمثنت أضح هذا فن شي غاقضهم السير كوري الجماني إلا أن يغنبو الموحد ويحرق صور ربي يتجهن ثمنا طب ينساشك الإنسان يقد جيدا قام ريحا قيمو ثم ماشي قد جيدا أضح الشفاعة يثماش اين كي كذا ذي همزيدة اين شي صار بانت ومسر من ذي همزيدة هاقش هذي الشفعة روح سوفغ التو ثم سوفغ التو أسنين يا ربي قان سوفغ دين أسنين سوفغ التو نيج
دينار الإيمان هذا حسيت سفغ النصف دينار هذا سنغيني مثقال ذرة سفغ أرغاهم السفغ المرة. أيها الإخوة الكرام، نش فم زيدايا ذوي ذي زدهم زيدايا أشهد الله أنني جمعي كسن الإيمان الدين شغالهم زيدا غهوة عن تدات ولكتني تد العقيدين التصني وذان قانش مدحوش تشا ما يخسي الشا أحبك في الله تخصش كتاسي ما أقسم بالله تخصش كتاسي بابا أقسم بالله يوذانا إن هذا نغي تخسن إن هذا نغي جمع كيسن الدين إخوة كليمان إخوة ذي بلجيك إخوة ذي المغرب إخوة ذا إن هذا نغي جمع كيسن الدين التصميم يوذا نخاني ميت حذش يوم القيامة ملاته في الجنة خزام خيف فوس خزام خزر مدوديت وفي نزهتون أرجوكم وزدخل شفعت لينك متاسيت خاوت جبو التيرا في الدكة التيم السيه وزود خمة ثم الوثيث في مزته أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم فاستغفرونا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خميني غث عما الجنة أديس الله عز وجل يضع قدمه على النار أذيع جن خمسي تمسيت بذات النجمع لأن تمسي مين تقى هل من مزيد آنيت آنيت من نسغى يعجن الله عز وجل أتبذات نجمع أتنجمع أتنجمع أرغى أثب الله. إذن الله عز وجل أذي رغى أصحاب الجنة يا أهل الجنة لبيك ذني نعم أذق ذن سنت غير ذني شن الحساب النغني نعم يا أهل النار أضفاحن سنت غير ذني شن الرحمة شن الشفاعة شن الرحمة فيأمر ودي سجن وحوري مغا أسيني مسن من يعنوى هذا سيني نعم مسن من يعني تذر موت فيأمر بقتل أتم ثر موت النير أنت تتم إذن ذنيت يا أهل الجنة هق من اقسحن يا أهل الجنة خلود فلا موت إيش وذي النبور موت يا أهل النار خلود فلا موت وبذلك انتهت القصة كمل تذ الحقيقة هذا ثم صحاب الجنة غال الجنة ثمسن صحاب ثم السيضاح غال ثمس هذا الأمر من سرية ما هو ما سنواجهه مرة يثنغ مرة دقاء قيت رجان سنمين دي النجاران غذمين دقاء خد نسيو هو الإنسان ذي يمث ممكن تفقد الخو غار عصاخة نصج ممكن أكين غزاج ذي الفجاع قمر وصحاب الفجاني إن لك الزج الفجاه ضحك الزج الجنازة الموت تزد بغت وثعجم والسؤال من شنق مستعدون لهذا الموقف نزم يدقى غنغشان أرمى غنغشان السلاح الحسنة قطع غنغتقر بالموال حسنة الحسنة الزغة غنغشة
مستعدة توزد مشحن الحسنة تودنا 24 ساعة سكومة كاد زوج درفجة أرغى تحت صد بينس تق شوية صاحبي سخدم مش حال الحسنة في زيتاك حنارة مش حي خارق مش حي ندرش مش حال مش حال يخسد تيري تشك دخوي سيك يخفلنش خمين غاف أحد هذه الجرامو وش يجيش المحكمة خمين غاف تس وش ماذا عن غذا ما تسنقص غذا ها مش قش دين دي. ثم لا بد يث ما يموني غاي جنش نحش ثاثي مغاري وني غاي جنش نخخس يسقى الصاريف قاه جيد الخاث نغيث الشيطان ما شواش يجير غاثي تغذر إخوة الإيمان يجب علينا أن نتعلق بالله ونرجو ما عند الله. الله عز وجل كريم يا أحمان غربي كريم ما أنزل في الثلث الأخير دي الثلث الأخير يصحب قيام الليل أقشو نواتك القيامة ما يمدي نزل ربي غالسماء الأولى إلا ليسمع الدعاء نشش يا حم وما بسط يده بالتوبة للعاصين بالليل والنهار إلا لأنه يريد يخشى يا حم وما فرح بتوبتنا إلا أنه يريد يخشى يا حم قواش ديال مين غثاني تشك التوبة نجدي الملك نربي لكن يخشى يا حم وما ضاعف ذي الحسنات قديش نحش تمعنا انت واستاري ذي البنت ربي وشش حسنات كثيرة ميمي ما حندش يا أحمد إذن فلوا بادر آية ثما أزرث أزرث غال باب توبة روح غا ربي قبل أن يأتي يوم القيامة أتيري الحسنات نغطي دروست أصحاب الأعراف ذي نشين وذن قناص أصحاب الأعراف تتساوى الحسنات نسن سيئات نسن أمويكي غاس مليون حسنة مليون سيئة ويتحرق الجنة ويتحرق النار يتراجع مليون 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 يجن حسنة غا الجنة مليون يجن سيئة غا أهمس كيف كيف أسأل مر الإنسان إن سبحان الله ركعتان واش دار ريحة الخضاء شان صم تطوع ثورا طاعة عزما توزو وزوخ الحسنة ثانتا ويخصو أن تحقى راديج الحسنة وتنتعقى وزو خاس أزف صاقح مادام توزن الأعمال نئي وأوزو يوم القيامة بعد رحمة الله عز وجل مش غينفعن أش ينفع الأعمال الصالحة هذه الحسنات نش ماري قبره تزك الله عز وجل ثم وتنساج لا تنسى يوم القيامة ذيني وغادي يسندي وزع الحسنة النس ما يمي انت عامل اكي وذان انت عامل جاران غنغرض قوان غتاب وان الشوان قوا ثغور ذغاك القوة غاك الجاه نعن كذا والنغلي ذبوبري اني غاسي جنع زي حسان ويناس يثمسكوش في احمام ناس عزي حسان يومامش اني والله مزنيني غوالو اني غاس ما عيني الشيخ سويق باس والو الشيخ سويق ماشي يوم القيامة انت يستغل الحسنة ايه ونخذ أكثر من مرة لكون ذي وضية ثمس فلذا صوت نقطع التعظم وزوث الحسنات وزوث مش حان السنن مهجورة المبتدعة مني تختار عن شان البدعة كم زي سجن السنة وزوث حيادي جن السنة حياتي أتفذيس الإخلاص غربي ما السمين تعناني ها قول الله الذي لا إله غيره ثلاثة ينضلوا ثغوم ذنيتا الجمعة واني يعني الجمعة سجيل ذي السفت ذي الحد إينا واجين النهاني ذا لمن ينتعيش فهو الزوث قاف قيمت قومي قاف قيمت شكل حسن تكسي تعمر يوم القيامة قد توارد من يوغى الجيشة فأسأل الله العظيم أن يعيننا على ما يرضيه اللهم أعنا على ما يرضيك وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على دينك أيثما هذا ما ينتظرني وينتظركم كل جديد من يخص ذو ذوينة أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات هذا فاغفروا لأخيكم
زلاته ونسيانه وجهله، وأقم الصلاة.